السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الإعدادي، هنكتب النهاردة مع بعض يونت 18 الوحدة ال 18. هناخد منها lessons 3 and 4 الدرسين الثالث والرابع، وبنهايته إن شاء الله يبقى كده خلصنا منهج شرح الوحدات. طيب هناخد أول مع بعض حاجة هي الفوكابلاري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الكلمات المهمة اللي معانا كلمة زي دايف الغوص، دايفر غواص، دايفنج انستراكتور اللي هو مدرب الغوص، دايفنج انستراكتور. بنقسمها المقاطع عشان تعرفوا تحفظوها وتبقى سهلة عليكم. طيب بعد كده عندنا ريل لايف راحة، سيلفش اللي هي سمكة الشراع ذات الزعنفة الشراعية، بنقسمها برضو لمقطعين، مقطع سيل وفش. طيب عندي كمان راك، ال W بتتنطقش فبتبقى راك حطام السفينة، دي كلمة مهمة. عندنا كمان الكورال وول جدار المرجان، وكمان فاير كورال اللي هو مرجان النار. معانا لاند أنيمال حيوان يعيش على اليابس، مارين البحري. معانا كمان سي أنيمال حيوان بحري يعيش في الماء، ستورم عاصفة، thank goodness الحمد لله. طيب تعالوا كمان بنكمل، عندي get behind يختبئ، live for يعيش لعمر، عندي beautiful colored coral مرجان ملون بشكل جميل، lay eggs ودي مهمة lay eggs. عندي كمان one of the warmest seas، خدوا بالكم هنا فيها اي اس تي تفضيل، عندي يبقى معناها واحد من ادفأ البحار اكثر دفئا. عندي بعد كده confusing words، عندي burn يحترق، porn مولود، diver خدوا بالكم من الار لما بتتشال بتبقى diver لكن معناها غواص، لكن الار موجودة تبقى driver سائق. relive بالاف يعني راحة، relive يخفف. عندي turtle اللي هو سلحفة بتعيش في الماء، لكن tortoise اللي هي سلحفة تعيش على اليابس. طيب تعالوا كمان نشوف، معانا كمان diving equipment اللي هي معدات الغوص، قال لي انها بتيجي مفرد وليس لها جمع، عشان كده هنا جاء كاتب this equipment is ملهاش جمع. طيب عندي هنا كمان بفرق بين journey و trip و voyage. عندي journey يعني رحلة طويلة، trip رحلة قصيرة، voyage اللي هي رحلة بحرية. طيب معنا كمان look forward to، رغم ان to be بعدها الفعل في المصدر لكن هنا دي حالة شاذة، look forward to be بعدها الفعل في ing او بيجي اسم noun. طيب كمان عايزين نعرف ان ال a dot m بتيجي معناها صباحا لكن ال b dot m معناها مساء. عندي كيلومتر على الساعة يبقى كيلومتر في الساعة، سنتيمتر اللي هي السنتيمتر، ودي اختصارات لابد منها. طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض نحل الأسئلة اللي على الجزئية دي. هنبدأ من كتاب جيم الأضواء ونختم بكتاب المعاصر، وكمان هناخد جزئية الـ language functions. طيب عندي هنا نبدأ ده من كتاب الأضواء جيم، بيقول لي هنا إن السيل فيش، يبقى سيل فيش is the fastest fish in the world، هي أسرع سمكة في العالم. طيب I am looking forward to traveling abroad، بتطلع للسفر بالخارج. When I went diving to the bottom في القاع of the sea البحر I saw wreck. طيب my father warned me not to forget my diving equipment معدات الغوص. The instructor showed us how to dive underwater. We are going to a shark reef area where we could see some gray sharks. He studied well but unfortunately لسوء الحظ he didn't get high marks، حصلش على درجات عالية. When I see a dog on my way I hid immediately، بختبئ على طول. How many eggs do the farmer's chickens lay each day؟ بعد كده if you touch fire coral it will burn you، هتحرقك. The garden is full of beautifully nice flowers، beautifully nice flowers. Some of sharks are up to 3 meters long.
بيبقى بعض الشاركس ار اب تو اكتر من 3 امتار في الطول. الاسئله اللي من الكتاب المعاصر على الجزئيه دي بتقول the best place to see fish is the old wreck. بعد كده divers use special equipment. It was a relief when I finished my exams. اما انهيت امتحاني there was a lot of excitement when the famous football player visited the school yesterday. طيب كمان بنكمل بقية الأسئلة. بيقول if we see a shark we will get behind a coral wall and hide. هنكتب ايه خلف الشعب او الحائط المرجاني. The book is 25 centimeters tall. Do you think we should protect the sea life? The instructor showed us how to dive underwater. The Red Sea is one of the warmest seas in the world. Ali feel of a wall. Ahmed won the race. فاز بالسباق. If you touch the fire coral it will burn you. هتحرق على طول. I am looking forward to going out today. A mother turtle can lay. طيب خلصنا كده مع بعض الجزئية دي من كتاب الأضواء جيم والمعاصر. تعالوا نشوف مع بعض جزئية language functions الوظائف اللغوية اللي على الدرس الوحدة 18. طيب عندنا هنا الوظائف اللغوية مجمعينها في طريقتين عندي بظهر بيهم الراحة وإظهار الإثارة. دي طريقة ودي طريقة. تعالوا نشوف إظهار الراحة بظهرها إزاي. لإما أقول إما إظهار الراحة اللي هي showing relief أو الإظهار الإثارة اللي هي showing excitement. إظهار الراحة عندي اللي هو بقول فو اللي هو بعبر بيها عن الراحة أو water relief يلا الراحة أو thank goodness for that الحمد لله على ذلك. طيب إظهار الإثارة بقول great عظيم أو I can't wait لا أستطيع الانتظار أو I am looking forward to that أنا أتطلع إلى ذلك. من كتاب جيم الأضواء اللي على جزئية language functions دي بيقول لي هنا a guide is talking to some tourists مرشد أو بيدل على بيتحدث مع السياح فبيقول لهم hello everybody أهلا بكم today we will move to يولاند ريف اللي هي شعب يورولاند وير ذير از اراك. قالوا له جريت حاجه عظيمه. قالوا لهم سو هاف يو جوت اول يور دايفنج اكويبمنت جبت كل المعدات بتاعتك كل الغوص. قال لهم يس. قالوا له يس وي هاف جوت اول اور دايفنج اكويبمنت نير يولاند. هو بيقول لهم بقى نير يولاند ريف ذير از ا فانتاستيك كورال جاردن في حديقه من الشعب المرجانيه فول اوف بيوتيفولي colored coral مليانة بالشعب المرجانية ذات الألوان الجميلة. قالوا له إيه؟ قالوا له I am looking forward to that أنا متطلع لأن أشوف ده. قال لهم now do you want anything عايزين أي حاجة الوقت؟ قالوا له no thank you. طيب بعد كده عندي سؤال situation هيبقى أول حاجة great بعبر فيها عن إن أنا مبسوط أو في إثارة. طيب بعد كده هقول إظهار الراحة بإن أقول thank goodness for that. تعالوا كده بنشوف هو بيقول إيه. بيقول someone was lost فقد in the desert في الصحراء but he has just been found ولكن لسه لاقينه الوقت أهو. فهيقول إيه طبعا أو إحنا هنقول إيه؟ نقول thank goodness for that شكرا يا رب أي أو الحمد لله على ذلك. طيب هنا your friend has been searching for his dictionary and he finally found it هنقول برضو كان بيدور على بيبحث عن القاموس بتاعه وهو أخيرا وجده. هيقول thank goodness for that الحمد لله على ذلك. خلصنا مع بعض الدرسين الثالث والرابع من الوحدة 18 ومعهم جزئية language functions وحلينا عليهم كتاب جيم الأضواء والمعاصر. دمتم في أمان الله.